الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، جولة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم. أهلا شيماء. أهلا بك ريهام. أهلا بحضراتكم، وبدايتنا بأبرز العناوين. الاحتلال يحاصر مقر بلدية جنين شمال الضفة الغربية ويطلق النار تجاه المحاصرين في داخلها، ونحو 4000 فلسطيني مهددون بالنزوح القسري من المدينة. انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، والصحة العالمية تستهدف تطعيم 340 ألف طفل خلال 4 أيام. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يؤكد أن إنهاء الحرب في غزة من مصلحة تل أبيب، ويشدد على أن إسرائيل بحاجة إلى العودة للحياة الطبيعية مجدداً. بداية هذه النشرة مع التطورات في الضفة الغربية. فجأة ما سمعنا الصاروخ طلع، شفنا أشلاء، فجأة الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدا القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني بالطعام بعد البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أصف الشاهد بدمه. أفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مبنى بلدية جنين بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع محاصرة عدد من المنازل في محيط البلدية. من جانبه قال محافظ جنين نضال عبيدي إن قوات الاحتلال تطلق النار والقذائف وتحاصر مقر البلدية، مشيرا إلى سماع أصوات إطلاق نار ووقوع اشتباكات. كما أضاف أن قوات الاحتلال تحاول منع وصول وزراء لعقد مؤتمر صحفي داخل مقر البلدية، وأن نحو 4000 فلسطيني مهددون بالنزوح القسري من مدينة جنين ومخيمها. من جانبه أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين أن الاحتلال يمارس هجوما شرسا على المدينة والمخيم لليوم 9 على التوالي. في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها المدينة ومخيم المدينة أيضا، وذلك بعد أن كانت قد انسحبت منها وبشكل كامل. أضافت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ثابت الحكومي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ 28 من أغسطس الماضي إلى 39 شهيدا ونحو 145 مصابا، بينهم 8 من الأطفال وشهيدان من المسنين. هذا وأفادت الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 691 شهيدا ونحو 5700 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي. مزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. أهلا بك ومرحبا معنا سيادة اللواء. كيف تقرأ تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة لهذا اليوم، ونحن نتحدث عن أعداد من الشهداء، أعداد من المعتقلين، وأعداد أيضا من المصابين ليس بقليل؟ يعني مساء الخير. أولا هذه سياسة إسرائيل ممنهجة، وسياسة اليمين الإسرائيلي تجاه شعبنا يعني قبل وبعد 7 أكتوبر ما زالت نفس السياسة ونفس المنهجية. حكومة نتنياهو الآن هي تريد
إذا لاحظنا هي في اعتداءات على مخيمات جنين وطول كرم وبلدية جنين، هذه لا تريد وجود سيادة فلسطينية على الأرض، يعني تريد تبعث رسائل للفلسطينيين أنه ليس لكم أي سيادة، ولكن شعبنا الفلسطيني ما زال يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هناك اعتداءات يومية الهدف منها تهجير الشعب الفلسطيني. ولكن يعني أنا بحب أحكي لك وأحكي للجميع أنه إحنا شعبنا صامد، وشعبنا لن يرحل، وشعبنا سيبقى في أرضه، وإحنا لدينا سياسة اللي هي استراتيجية المقاومة الشعبية. فبالتالي إحنا في الشعب الفلسطيني هذه أرضنا، وعلى المحتل أن يرحل وعلى إسرائيل أن ترحل مهما عملت من تدمير وقتل وتشريد وتهريب. فبالتالي هذه السياسة العنصرية، هذه سياسة الأبرتايد تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، لن تجبرنا على الرحيل. نحن صامدون في أرضنا، وهذه أرضنا الفلسطينية. فبالتالي إسرائيل هي تريد تعمل سياسة ممنهجة لتدمير البنية التحتية في كما في جنين وفي طول كرم. طيب. بالتالي هذا التدمير وهذا بات واضحا سيادة اللواء السياسة التي ينتهجها نتنياهو، وهي إرضاء المتطرفين وتحديدا سموتريتش وبنغفير في هذه الحكومة المتطرفة. ما هي الفاتورة التي سيقوم في النهاية جيش الاحتلال الإسرائيلي من دفعها، ليس فقط فيما يحدث في قطاع غزة، ولكن ما يحدث مؤخرا في الضفة الغربية؟ يعني ما يحدث في الضفة الغربية بغض النظر عن كافة الليلة، شعبنا صامد في أرضه، هذه أرضنا، يعني أؤكد لك هذه أرضنا، إحنا صامدين. فبالتالي إسرائيل مهما عملت من تدمير، بالنهاية إسرائيل هي التي سوف تخسر، يعني هي وجيش ستخسر، لأنه شعبنا ما إحنا عندنا استراتيجية الصمود ولا نرحل. فبالتالي على الجيش الإسرائيلي أن يرحل، وبالتالي إحنا كشعب فلسطيني سنقاوم المحتل وسنقاوم إحنا الذي يعتدى علينا، وليس الإسرائيلي هو الذي يعتدى عليه. يعني فبالتالي نحن نعيش الآن في مرحلة صعبة جدا، والأهداف الإسرائيلية واضحة، هدف تهجير الشعب الفلسطيني، وهدف تدمير البنية التحتية وتدمير كافة المقومات الدولة الفلسطينية. هي لا تريد، هي رسالة واضحة من إسرائيل، نحن لا نريد حل الدولتين، ولا نريد سلام ولا استقرار في المنطقة. ما دامت هذه السياسة الإسرائيلية الممنهجة موجودة، لا يمكن يكون هناك استقرار في المنطقة. الشيء الوحيد الذي يكون فيه استقرار وأمن في المنطقة هو إعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره وإقامة دولة عاصمة القدس. غير ذلك لن يكون هناك لا سلام ولا استقرار في المنطقة. محاصرة المستشفيات ومحاصرة المنازل وتنفيذ اقتحامات شرسة وقتلى أو شهداء ومصابين بين صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكأن السياسة التي تحدث أو السنان الذي يحدث في قطاع غزة يحدث الآن في الضفة الغربية، رغم أن جيش الاحتلال لم يحقق شيء في قطاع غزة، لماذا يتجه الآن ويكرر تحركاته في الضفة الغربية؟ ما هو الهدف الخفي؟ يعني إسرائيل، يعني من ناحية علمية، إسرائيل فشلت في سياسة الردع في 7 أكتوبر. الآن هي اتجهت نحو ما تسمى سياسة المنع، بمعنى أو بآخر هي تريد تخويف الناس بمنع أي فلسطيني من مقاومة المحتل. فبالتالي سياسة الترهيب والتخويف هي تريد إنه منع الفلسطينيين من القيام بأي شيء باتجاه العدو الإسرائيلي. فبالتالي هذه الإسرائيليين اللي ما قاموا بغزة هم فشلوا فشل ذريع. يعني كل الأهداف اللي وضعها نتنياهو من عودة الرهائن، من القضاء على حماس، من إلى آخره، فبالتالي لم يحقق أي شيء. نتنياهو الآن يريد أن يرضي اليمين المتطرف الإسرائيلي. هذا اليمين المتطرف الإسرائيلي وكل أعماله في الضفة الغربية هو إرضاء للمستوطنين، وهي سياسة رسالة للمستوطنين أنه إحنا كجيش إسرائيلي إحنا الآن نقوم بقصف وتدمير ومن أجل ضم الأراضي في مناطق جيم، والسماح للمستوطنين في عبادتهم اتجاه الشعب الفلسطيني من استيلاء على الأراضي، من يعني قتل وترويع للشعب الفلسطيني. هذه السياسة ممنهجة، ولكن يعني هي لا تجدي نفعا للإسرائيليين، بالعكس هي بتزيدنا،
يعني بزيد الشعب الفلسطيني عنفوانا وبزيد تثبيت بأرضه وتشبث بأرضه أكثر فأكثر. فنحن كفلسطينيين قوتنا تكمن في ضعفنا ولا لا نستكين في مقاومة هذا المحتل، ولكن إحنا بالوسائل الممكنة والوسائل المتاحة لدينا. هم يريدون جر الضفة إلى نزاع مسلح، ولكن استراتيجيتنا هي المقاومة الشعبية، وليس لأنه ليست لدينا القوة العسكرية الكاملة لمواجهة هذه الدبابات وهذه الطائرات كما يدعي البعض. شكرا لك من رام الله السيد. سيادة اللواء حابس شروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، شكرا جزيلا لك. أفادت مراسلتنا باستشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مركبة في مدينة طوباس، وأوضحت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف المركبة بثلاث غارات نفذتها طائرة مسيرة. يأتي هذا القصف تزامنا مع استشهاد شخص برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية، كما أدوا طقوسا تلمودية في باحاته، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة بمدينة القدس وفرضت قيودا على دخول المصلين. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم 16 مواطنا فلسطينيا، وهذا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة. كما أشارت الهيئة أيضا إلى أن عمليات الاعتقال تضمنت محافظات رام الله والخليل ونابلس وأريحة والقدس، وأوضحت أنه منذ إعلان الاحتلال للحملة العسكرية الأخيرة داخل الضفة اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 195 مواطنا. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10,400 مواطن من الضفة بما فيها القدس منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 122.5 مليون يورو من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل لفلسطين. كما أوضح الاتحاد أن الدعم يشمل 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيجاس لدفع رواتب موظف الخدمة المدنية في الضفة الغربية، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي. وأشار إلى أن هذه الدفعة هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن الأستاذ نضال عبيدي رئيس بلدية جنين. أرحب بك أستاذ نضال وأبدأ معك حيث انتهينا بعملية الدعم المالي التي تضخ لفلسطين، كيف ستكون أوجه الإنفاق وآلية التعامل؟ أول الإنفاق وآلية التعامل راح تكون من اليوم، من بداية يعني إحنا الآن قبل 10 دقائق فقط يعني قدرنا انه نطلع ونخرج من مبنى بلدية جنين اللي كان محاصر جراء يعني زيارة بعض الوزراء لمدينة جنين ولا بلدية جنين لمحاولة الاعمار. الاعمار يعني في اي قرارات الاسرائيليين بحاولوا انهم يعني يوقفوا كل هاي الاجراءات، بحاولوا يمنعونا من الاعمار، يمنعونا من الاهتمام في مواطنينا، خاصة يعني اعمال المياه وال البنى التحتية الموجودة. احنا الان خرجنا قبل قليل فقط من اطلاق نار كثيف على بلدية جنين وعلى محيط بلدية جنين، والرصاص الكثيف والقنابل الصوتية الكبيرة. قبل لحظات فقط خرجنا من مبنى بلدية جنين، والان احنا توجهنا لمنطقة خارج البلدية. مسألة الأعمار هي مسألة حيوية ومسألة مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي الآن شغل نشتغل، ولكن يعني كل المحاولات الموجودة من الاتحاد الأوروبي، أنت بتحكي عن مبالغ يعني لربما لا تصل يعني إلى الشيء يعني الحد المطلوب،
الآن المطلوب أكثر من المبالغ، المطلوب وقف العدوان على شعبنا وعلى أراضينا وعلى ممتلكاتنا. الشهداء الشهيد والشهيد والتجريف الآن حاصل في جنين بكل المناطق، يعني ما يعني العملية لغاية الآن لم تقف ولم يعني ولم تخف، حتى بالعكس الإجراءات الإسرائيلية ما زالت موجودة وما زالت بتصاعد ضد أهالينا وضد أبناء شعبنا في جنين ومخيم جنين. أعود معك أستاذ نضال لبداية حديثك عن استمرار قوات الاحتلال في إطلاق النار والقذائف ومحاصرة مقر بلدية جنين، حيث كنتم متواجدون هناك داخل مقر البلدية، وذكرت أيضا أنك استمعت لأصوات إطلاق النار والاشتباكات. ماذا عن الوضع الحالي بناء على ما ذكرته؟ الآن ما زالت بلدية جنين محاصرة، وما زال يعني بالعكس يعني زادت الرقعة اللي منعوا فيها التجول حول البلدية، ولكن احنا خرجنا لموقع آخر اللي كانت المفروض انه يكون في عندنا مؤتمر صحفي لإطلاق عملية إعمار مدينة جنين، وهي محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لمنعنا. احنا رايحين الآن ننتقل إلى مكان آخر غير بلدية جنين، في دوار اسمه يعني في منطقة جنين احنا رايحين نكون موجودين. هذا طبعا الدوار يعني تم باته وتم تغيير معالم المنطقة كاملة. احنا لما قلنا انه اصاب مدينة جنين زلزال حقيقة، يعني كان في زلزال وزال ما زالت القوات الإسرائيلية تمنع التخريب والتنكيل في شعبنا وفي أراضينا وفي ممتلكاتنا. ماذا عن المؤتمر إذن؟ كيف سيتم التعامل مع إعلان الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات المالية الطارئة لفلسطين؟ المؤتمر نحن الآن ننتقل من منطقة لمنطقة، رغم يعني تحذيرات الإسرائيليين وإطلاق النار بكثافة باتجاهنا، ولكن يعني إحنا مصرين اليوم أن يكون في هناك مؤتمر صحفي، ولو يعني بشكل مقتضب، ولكن سيكون في هناك مؤتمر صحفي إن شاء الله خلال يعني ممكن خلال أقل من ساعة من الآن. سريعا أستاذ نضال، ماذا عن تفاصيل المؤتمر حتى وإن كان لدقائق على حد قولك؟ نعم، تفاصيل المؤتمر هي يعني الإصرار على مسألة إعمار جنين، وإحنا في عنا لجان يعني تم تشكيلها في جنين وفي مخيم جنين من أجل الإعمار. هذه اللجان يعني كان فيه اجتماعات سابقة واجتماعات يعني مع رئيس لجنة الإعمار ومع محافظ جنين ومع وزير الحدود المحلي، والآن يعني سيكون يعني تتويج بما تم يعني الاجتماعات السابقة ووضع الخطوط العريضة والتفاصيل حتى في عمليات الإعمار اللي يعني رايحين نقدم عليها. هذا هو يعني المجمل، لكن بتظل مسألة يعني الاتحاد الأوروبي وما يثير إليه من يعني تقديم مساعدات، بتوقع أنه راح تكون مسألة ممكن يكون في أهمية، ولكن الأهم من هذا الكلام اللي هو وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني. صحيح، شكرا أستاذ نضال عبيدي رئيس بلدية جنين على هذا التوضيح. من الضفة الغربية نتحول إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، إيه اسمه؟ أفاد مراسلنا باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مصبح شمالي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، كما أفاد مراسلنا باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وذلك في اليوم 335 من العدوان المتواصل على القطاع. وفي وقت سابق من اليوم استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية إلى جانب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام نازحين وسط وجنوب القطاع.
في المنازل شبه المدمرة المليئة بالركام يكافح سكان مدينة غزة من أجل البقاء داخلها وسط انقطاع تام للماء وللكهرباء. سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة رفضوا ترك منازلهم وصنعوا من الأقمشة أسقفا وجدرانا للاحتماء بداخلها بدلا من النزوح القصري إلى مناطق يدعي الاحتلال بأنها آمنة. في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة يعيش سكان حي الشجاعية في مدينة غزة وسط نقص الإمدادات الأساسية من المياه والكهرباء بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية المتواصلة ما يصل إلى 90% من المباني في الحي. يعيش عصام أحد سكان المنطقة مع عائلته المكونة من 9 أفراد في منزل يبدو مهجوراً للوهلة الأولى، ورغم الدمار الذي لحق بالمنزل اختارت العائلة البقاء فيه بسبب الأضرار البالغة التي لحقت بالجدران الخارجية. اضطر عصام إلى استخدام الأقمشة لتغطية الجدران لتوفير سقف فوق رؤوس أفراد أسرته، وفي غياب المياه والكهرباء اضطروا إلى البحث عن الخشب أو الورق بين أكوام الحطام للطهي والتدفئة. البيت أول شيء زي ما أنت شايف من الخارج أغلبه رايح تمام، وفي السقوف اللي فوق واقعة. إحنا استصلحنا مكان يعني كويس نستر حالنا فيه ونقعد فيه، بس في نفس الوقت في معلاة، يعني في معلاة، المكان ضيق. الحمد لله رب العالمين، صعوبة في المياه الشرب، مياه الغير صالح، المياه يعني التغسيل، الحطب، في أشياء كتير بنعاني منها، البعوض، ريحة الزبالة، المياه الصرف الصحي. رغم التهديدات اليومية التي تحثهم على الانتقال إلى ما يسمى المناطق الإنسانية، يعمل أحد سكان حي الشجاعية بلا كلل على إصلاح منزله ببعض الأدوات والمستلزمات البدائية التي تم إنقاذها من بين حطام منزله الذي أشعل فيه جيش الاحتلال النار بداخله في شهر يونيو الماضي. هم قالوا لنا نطلع الجنوب، بس هي قالوا لنا مناطق آمنة، في اللي احنا شايفينه مش مناطق آمنة، يعني كيفنا نصدقهم هم مش مناطق آمنة؟ فأنا ضليتني قاعد في بيت، ما طلعتش من بيتي وصامت فيه. الدمار والخراب أمامهم والعدو يحاوطهم من كل حدب وصوب ليحاصر ويقتل من تطاله أيادي قوات جيشه، ويبقى الأحياء منهم يواجهون الموت في كل يوم يعيشونه وسط قطاع محاصر ومنهك منذ شهور. في نبأ عاجل أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بمقتل شخص في انفجار سيارة بمدينة الرملة شمال غربي القدس المحتلة. نعيد على حضراتكم هذا النبأ العاجل، حيث أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بمقتل شخص في انفجار سيارة بمدينة الرملة شمال غربي القدس المحتلة. انطلقت اليوم المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة، حيث تسعى منظمة الصحة العالمية لتطعيم 340 ألف طفل خلال 4 أيام. كانت الصحة العالمية أعلنت بالأمس نجاح المرحلة الأولى من الحملة وسط قطاع غزة، والتي تضمنت أكثر من 187 ألف طفل دون سن العاشرة. أكدت المنظمة أن 4 مواقع ثابتة ستستمر في تقديم التطعيمات خلال اليومين القادمين وسط القطاع لضمان تلقيح أطفال المنطقة كافة. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري الحدودي الواقع بين مصر وغزة عن توجه شاحنات من المساعدات صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى القطاع، كما أشار إلى أن المساعدات تتضمن نحو 60 شاحنة مساعدات إنسانية من المواد الغذائية بالإضافة إلى 9 شاحنات وقود.
مزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر رفح عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك عبد المنعم. ما هي حالة تلك الشاحنات؟ نتحدث عن 60 شاحنة مساعدات إنسانية و9 شاحنات وقود. أهلا شيماء، بالفعل توجهت صبيحة اليوم حوالي 60 شاحنة من الشاحنات الحاملات للمساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 9 شاحنات وقود. وكالعادة تقلص سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول هذه الشاحنات إلى القطاع في ظل حالة الدمار الهائلة والمجاعة القاتلة داخل قطاع غزة. فاليوم حتى هذه اللحظة رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 8 شاحنات من الشاحنات التي توجهت صبيحة اليوم. هذه الشاحنات كانت محملة بالمواد الغذائية بالإضافة إلى شاحنات المستلزمات الطبية، رفضتها من الدخول إلى قطاع غزة. وتبقى في المنفذ يعني حوالي 30 شاحنة لازالت تخضع لعمليات التدقيق والمراجعة في القطاع. ودخل بالفعل إلى منفذ كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة حوالي 20 شاحنة هي التي أفرغت الحمولة الخاصة بها في محيط منفذ كرم أبو سالم وعادت إلى محيط معبر رفح البري بعدما أفرغت الحمولة الخاصة بها. تبقى في منفذ كرم أبو سالم حوالي 30 شاحنة من هذه الشاحنات لازالت تخضع لعمليات التدقيق والمراجعة، تلك العمليات التقليدية التي تنتهج إسرائيل في تعطيل وتقليص أعداد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة. نتحدث حتى شيماء عن 60 شاحنة، وهذا عد انفراجا مقارنة بما كان يحدث في الأيام الماضية وحتى الأسابيع الماضية، إلا أن هذه الأرقام كلها أرقام ضئيلة وقليلة، وهي نذر قليل من هذه المساعدات الداخلة من الأراضي المصرية صوب قطاع غزة في وسط حالة المجاعة القاتلة التي تحصد أرواح المدينة. نتحدث عن هذه الأرقام، هي قلت وتقلصت بفعل العراقيل التي تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم تلو الآخر على عملية المساعدات الإنسانية في ظل الحصار والقيود المشددة على المساعدات الإنسانية الداخلة من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة بسبب العراقيل وسياسة الحصار والتجويع التي تنتهج إسرائيل ضد المدنيين منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها. وزاد هذا الحصار والخناق بعد أن احتلت دولة الاحتلال منفذ رفح من الجانب الفلسطيني وحولته إلى ثكنة عسكرية، زاد هذا الحصار وزاد هذا الخناق وتقلصت أعداد الشاحنات الداخلة إلى القطاع. كل هذه الأرقام هي أرقام ضئيلة مقارنة بحجم الدمار وما يحتاجه القطاع من أعداد حتى تلبي احتياجاته الأساسية. يعني القطاع يحتاج من 500 إلى 600 شاحنة حتى تلبي احتياجاته الأساسية، نتحدث عن أرقام ضئيلة أقل من نصف قنص الاحتياج اليومي يدخل اليوم، وهو حوالي 60 شاحنة بالإضافة إلى 9 شاحنات وقود، 5 شاحنات للسولار بالإضافة إلى 4 شاحنات للغاز الطبيعي. كل هذه أرقام ضئيلة ونذر يسير من المساعدات الإنسانية بفعل العراقيل التي تقوم بها دولة الاحتلال يوميا أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية صوب قطاع غزة. أما فيما يتعلق بالاشتباكات وما يدور في الجانب الآخر من المناطق الشرقية القريبة لنا، كانت هناك ليلة أمس اشتباكات حتى صبيحة هذا اليوم في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، حتى في أيضا في المناطق الغربية، لكن مع بداية الساعات الأولى من صباح هذا اليوم هدأت هذه الاشتباكات. حتى هذه الساعة التي نتحدث فيها لازالت الطائرة الزنانة كما يطلق عليها الأشقاء في القطاع تجوب يعني سماء المناطق الشرقية، أيضا نرى ذلك من هنا من أقصى نقطة في الحدود المصرية. هذا فيما يتعلق ب حال المساعدات الداخلة أو تدفق المساعدات الداخلة من الأراضي المصرية وما يدور من اشتباكات على الجانب الآخر. أود أن أشير أيضا إلى شيء آخر هنا في هذه البقعة الجغرافية الشاهدة على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود حثيثة، سواء فيما يتعلق بعملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتدفق هذه المساعدات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأشقاء في القطاع المحاصر، أو ما يتعلق حتى بالجهود المصرية الحثيثة والرامية إلى إيجاد هدنة إنسانية ومتنفس الأشقاء يلتقطون فيه أنفاسهم بعد حرب وعدوان هو الأشرس على القطاع. نتحدث عن فصل هو الأسوأ في تاريخ الصراع مع إسرائيل، ولعل مصر على مدار الفترة الماضية قدمت جهد كبير ومساعي حثيثة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأشقاء، سواء فيما يتعلق بالجهود المصرية الرامية إلى وقف الإطلاق النار والمفاوضات الحثيثة، وحتى جهود مصر في إدخال المساعدة الإنسانية لرفع العبء عن كاهل القطاع المحاصر. إليك شيماء. شكرا لك من معبر رفح عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من هناك، شكرا جزيلا لك. أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن إنهاء الحرب من مصلحة تل أبيب، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مفهوم إسرائيل للأمن كان يتمثل دائما في الحروب القصيرة. أوضح لابيد أن إسرائيل أصبحت بحاجة ماسة إلى العودة للحياة مجددا ولإعادة بناء اقتصادها.
هاجم زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤكدا أنه يريد البقاء بمحوري فيلادلفيا ونتسارين فقط للحفاظ على ائتلافه. ووصف جولان تحالف نتنياهو بأنه تحالف الفساد والقومية المتعصبة والعنيفة، كما أضاف أن تلك المجموعة تريد التضحية بالمحتجزين في غزة. كما أكد جولان ضرورة إنشاء جبهة للقوى الديمقراطية بإسرائيل والاستمرار بالتظاهر حتى تدعو الحكومة إلى إجراء انتخابات، ومطالبا بضرورة إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين. قالت وسائل إعلام أمريكية إن عائلات الأسرى الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة تضغط على البيت الأبيض، وهذا لإبرام صفقة أحادية الجانب مع حركة حماس، ولا تشمل هذه الصفقة إسرائيل. كما أشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بدراسة الطلب الذي قدمته عائلات المحتجزين الأمريكيين. كما أكدت وسائل الإعلام أن إدارة بايدن أجرت الاتصالات الأولية مع حركة حماس قبل 6 أشهر، وهذا لاستكشاف إمكانية أن يتم التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب. تتواصل الاحتجاجات المنددة بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعنته في عقد صفقة من شأنها استعادة المحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. وطالب المحتجون بضرورة رحيل رئيس الوزراء وحكومته أيضا، وبضرورة انتخاب حكومة جديدة. كما أكدوا رفضهم الكامل لوجود نتنياهو على رأس السلطة بعدما أسفرت السياسة الخاصة به عن انهيار أوضاعهم السياسية والاقتصادية. يبدو أن حالة الرفض الشعبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتت مؤكدة، لا سيما عقب امتلاء شوارع تل أبيب بالمحتجين ضد سياسات الرجل الأول بالحكومة وتعنته ضد إتمام أي صفقة من شأنها عودة المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. فمنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها جيش الاحتلال عن العثور على 86 محتجزين إسرائيليين في أنفاق غزة، والأمور لم تعد إلى سابق عهدها، إذ اشتعلت شوارع تل أبيب بالمحتجين المطالبين نتنياهو بضرورة إتمام صفقة تبادل الأسرى، محملين إياه مسؤولية القتلى 6. نتنياهو وبعد قراراته المتعنتة اتجاه أي صفقة تطرح عليه وحكومته، لا سيما تلك الخاصة بمحور فيلادلفيا، بات غير مرحب به إطلاقاً في الشارع الإسرائيلي الذي كلفته الحرب الكثير على المستويين السياسي والاقتصادي بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وسائل الإعلام أكدت أن مطالب المتظاهرين تلك المرة كانت صريحة عن سابقتها، إذ استمرت 4 أيام على التوالي وتمثلت في ضرورة التوصل لصفقة لاستعادة المحتجزين وإجراء الانتخابات ومحاكمة نتنياهو وحكومته، وهو ما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية لمطالبة قوات الشرطة بالتعامل المباشر مع المحتجين والاعتداء عليهم وعلى الصحفيين. الشرطة الإسرائيلية تمادت في انتهاكاتها بحق المحتجين وأصدرت إعلاناً يتضمن حظر التصوير فوق بؤر الاحتجاجات المناهضة للحكومة وسياسات رئيسها، لا سيما وأن وسائل الإعلام تعجز عن تحديد عدد المشاركين وتعتمد بشكل أساسي على لقطات الطائرات المسيرة، وهو ما حرمته الشرطة الإسرائيلية. تعنت نتنياهو المستمر وعرقلته لإتمام أي صفقة من شأنها استعادة المحتجزين وإعادة الهدوء للمنطقة وتكرار النهج إلصاق التهم بأطراف أخرى، كل تلك أمور ستزج به إلى مصير محتدم لن ينجرف بحسب وسائل إعلام إسرائيلية عن السجن المؤكد بعدما ينفد صبر الشارع الإسرائيلي وأمريكا التي فاض بها الكيل من تجاوزات رجلها المدلل.
أكدت الشرطة الألمانية أن المشتبه به في هجوم ميونخ استهدف مركز التوثيق النازي وليس مبنى القنصلية الإسرائيلية. وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن المشتبه به قام بإطلاق النار على ضباط الشرطة أمام مبنى التوثيق، وقام ضباط التأمين برد عليه ما أدى إلى مقتله. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدم وقوع أي إصابات في حادث إطلاق النار عند القنصلية الإسرائيلية في ميونخ، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية تتعامل مع الحادث. كانت الخارجية قد أعلنت في وقت سابق أن رجلاً أطلق النار بمحيط القنصلية العامة لإسرائيل في ميونخ المغلقة اليوم بسبب حفل تأبيني لمذبحة الرياضيين في المدينة. كما أضافت الخارجية الإسرائيلية أنه تم تحييد مطلق النار من قبل قوات الأمن الألمانية، والحادث الآن تحت السيطرة. أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الولايات المتحدة تتفهم النظام القانوني البريطاني وليست مستاءة من تعليق بريطانيا تراخيص أسلحة لإسرائيل. كانت لندن قد علقت بأثر فوري تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، ووفقا لوزير الخارجية فإن قرار تعليق التراخيص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، بل يشمل فقط 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير إلى إسرائيل. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخص وبإصابة آخر نتيجة لغارة إسرائيلية على بلدة كفرة بالجنوب اللبناني. كان طيران الاحتلال قد شن 4 غارات على بلدتي كفرة وصديقين جنوب لبنان. من جانبها أكدت مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي ما زال يحلق فوق عدد من القرى ومن البلدات بالجنوب اللبناني. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة شرق مدينة نهاريا في الجليل الغربي. يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن شهر أغسطس الماضي كان أكثر الشهور من حيث عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من لبنان على إسرائيل، حيث تم إطلاق 1307 صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان اتجاه إسرائيل، وزيادة بلغت 20% في عدد الإطلاقات من لبنان لإسرائيل خلال نفس الشهر مقارنة بشهر يوليو، وبزيادة تصل إلى 80% عن شهر يناير الماضي. كما أضافت أنه تم أمس تنفيذ 115 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان تجاه شمال إسرائيل. والآن ننتقل إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. Новых технических решений. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قواته بدأت إبعاد الجيش الأوكراني تدريجيا من المناطق الحدودية. كما أشار أيضا إلى أن التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية فشل في منع تقدم قواته بدونباس، ووصف بوتين الضربات على محطات الطاقة النووية بأنه عمل إرهابي خطير للغاية. كما أضاف أن الصين والبرازيل والهند من الممكن أن تكون وسيطة في محادثات السلام بين موسكو وكييف.
قال الكرملين إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها. كما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن دولا عدة تشارك أوكرانيا على الأرض في أعمال عسكرية وفي تدريب قواتها، مشيرا إلى أن السلطات الروسية لا تناقش موضوع إجراء تعبئة جديدة. هذا وأشار بيسكوف إلى عدم وجود شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا حاليا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخا من طراز فالخا فوق مناطق بيلغرود وكورسك وبريانسك خلال الليلة. كما أوضحت الوزارة في بيانها أنه تم تدمير الصاروخ والطائرتين المسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغرود و3 مسيرات فوق مقاطعة كورسك، وتم تدمير مسيرتين فوق بريانسك. وأشار البيان أيضا إلى أنه تم تدمير زورقين مسيرين في الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأسود. اعتمد منتدى التعاون الصيني الأفريقي إعلان بكين بشأن بناء مجتمع صيني أفريقي شامل يتمتع بمستقبل مشترك. هذا وأكد إعلان بكين على أن الصين ستشجع شركاتها القوية على المشاركة في بناء وتشغيل الموانئ الأفريقية، كذلك ستسعى لتوسيع انفتاحها على الأسواق الأفريقية وتمكينها من الدخول إلى السوق الصينية. هذا وأكد إعلان بكين على أن الصين ستدعم الدول الأفريقية في استخدام موارد الطاقة بمختلف أشكالها. هذا وكانت قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي قد انطلقت في بكين تحت عنوان التكاتف من أجل تعزيز التحديث وبناء مجتمع مشترك رفيع المستوى بين الصين وأفريقيا بمشاركة قادة أكثر من 50 دولة أفريقية. خلال المنتدى أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبة بلاده في دعم العلاقات مع القارة الإفريقية وترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ودعا إلى تعميق التعاون الصناعي والزراعي والتجاري والاستثماري. كما قال أيضا خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني الإفريقي إن الصين وإفريقيا ستنفذان 30 مشروعا لربط البنية التحتية، مضيفا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والقارة الأسرع نموا سيقومان بخلق الأهداف المشتركة للتنمية الخضراء. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل. يأتي هذا غداة اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات، الأمر الذي نفته الأخيرة. وخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك الروسية قال بوتين إن رئيس الأمريكي جو بايدن أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لافتا إلى أنه سيدعمها هو أيضا. كما أشار بوتين إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق ترامب فرض العديد من القيود والعقوبات على روسيا.
اقتصاديا، استمر الدولار في التراجع مع تجدد المخاوف أمام توقعات النمو في الولايات المتحدة، الأمر الذي عزز من الرهانات على خفض كبير لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر أن يعقد الشهر الحالي. وفي سوق العملات تفوق الين على نحو ملحوظ بسبب زيادة الطلب على استثمارات الملاذ الآمن. ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، لكن الحذر قبيل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة حد من المكاسب. هذا وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنصف بالمئة إلى 2506 دولارات للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2536 دولارا وعشرة سنتات. تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي مع ترقب المستثمرين للمزيد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو وكذلك بيانات الوظائف في الولايات المتحدة. هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 0.1%، وخسر قطاع التعدين 0.8%، إلا أن أسهم شركات العقارات كانت من أكبر الرابحين وذلك بارتفاعها إلى 0.5%. قال مجلس أوروبا المنظمة الرئيسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية إن أول معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع. من جانب الدول التي تفاوضت بخصوصها ومن بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، تتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول. هذا وكانت المعاهدة قيد الإعداد لسنوات قبل اعتمادها في مايو الماضي بعد مناقشات بين 57 دولة. رياضياً، أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024. تم الكشف عن 30 لاعباً مرشحاً لجائزة الكرة الذهبية، في مقدمتهم إمبابي وجونيور وبيلينغهام، وهم من لاعبي ريال مدريد، ورودري لاعب مانشستر سيتي. وسيتم تقديم جائزة الكرة الذهبية 2024 في حفل يقام يوم الاثنين الموافق 28 من شهر أكتوبر القادم. تعتبر هذه هي المرة الأولى التي لا يوجد فيها الثنائي رونالدو وميسي سوياً في قائمة المرشحين لجائزة البالون منذ عام 2003، وكان ميسي لاعب إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
يفتتح المنتخب التونسي مشاركته في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا لعام 2025 بمواجهة أمام ضيفه مدغشقر على ملعب رادس. ويشرف فوزي البنزرتي على تدريب نسور قرطاج، ويأمل قيادة المنتخب إلى نهائيات البطولة التي ستنظم العام المقبل في المغرب. تضم المجموعة إضافة إلى تونس ومدغشقر كلا من غامبيا وجزر القمر. كما يلتقي المنتخب الجزائري مع غينيا الاستوائية في الجولة الأولى لتصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا لعام 2025. يواجه منتخب محاربي الصحراء بعد 5 أيام من مباراته ضد غينيا الاستوائية نظيره منتخب ليبيريا في الجولة الثانية للمجموعة، وكانت آخر مشاركة لمنتخب الجزائر في أمم إفريقيا 2023 هي المشاركة المخيبة للآمال بعد وداع البطولة من الدور الأول. يفتتح منتخب إسبانيا بطل أوروبا مشواره في دور الأمم الأوروبية بمواجهة منتخب صربيا في المجموعة الرابعة. المنتخب الإسباني الذي يدافع أيضاً عن لقبه بدور الأمم الأوروبية سيواجه في المجموعة الرابعة إضافة إلى صربيا كل من الدنمارك وسويسرا. وانتصر منتخب المدرب لويس دي لافونتي في نهائي بطولة أوروبا لعام 2024 على المنتخب الإنجليزي ليفوز باللقب الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه. الرياضة هي ختام هذه النشرة الإخبارية، وهذه هي أبرز العناوين. الاحتلال يحاصر مقر بلدية جنين شمال الضفة الغربية ويطلق النار اتجاه المحاصرين داخلها، ونحو 4000 فلسطيني مهددون بالنزوح القسري من المدينة ومخيمها. انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، والصحة العالمية تستهدف تطعيم 340 ألف طفل خلال 4 أيام. وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يؤكد أن إنهاء الحرب في غزة من مصلحة تل أبيب، ويشدد على أن إسرائيل بحاجة إلى العودة للحياة الطبيعية مجدداً. شكراً جزيلاً على المتابعة. شكراً شيماء. شكراً لك ريهام. شكراً لحضراتكم وإلى اللقاء.